العلوم رفعة، هذا السبيل لمن يروم وصولا. كلية ترقى بنوع بناتها، والخير كالغيث الزلال هطولا. صرح به كل العلوم تنوعت، وأبت على مر الزمان نزولا. أهلا بكم في صرحنا في جمعنا، وسع الرحيبة مستو وسهولا. مع كلمة راعي هذا المؤتمر، الأستاذ الدكتور قتيبة عباس، عميد كلية التربية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور جميعا، السيدات والسادة أعضاء الهيئة التدريسية، بناتنا الطالبات، نحييكم بتحية مسائية عطرة فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو اليوم نلتقي مجددا بإذن الله تعالى في رحاب عمل وجهد من جهود كليتنا في الجامعة المعطاء، الجامعة العراقية، في كلية التربية للبنات، بنشاط جديد نعقده تحت شعار بكم نرتقي وبكم نتقدم، وهو فعاليات المؤتمر التربوي الإلكتروني السادس لبحوث التخرج للعام الدراسي 2020-2021، إذ حرصت كليتنا أن نقيم هذه الفعالية سنويا لكي نختار ونميز ماهية البحوث المتميزة والتي هي من جهد الطالبات. فمما يميز هذا النشاط العلمي التربوي الثقافي الأدبي أنه يعنى بإظهار جهد الطالبات إلى العلن، ويكافئ ما تميز منهن والتي بذلت اللواتي بذلن جهودا طيبة في إتمام بحوثهن، على الرغم مما يواجهنا نحن جميعا من ظروف عصيبة متمثلة بوباء عم العالم كله، وأجواء حارة قاسية. لكن رغم كل هذه الصعاب، استطاعت كثير من الطالبات المتميزات بإظهار بحوثهن بالوجه الأكمل والصورة الأمثل وبالشكل الذي يتناسب مع سمعة كلية التربية للبنات. وهذا الجهد لم يكن ليتحقق لولا الجهود المبذولة من المشرفين، من السيدات والسادة أعضاء الهيئة التدريسية، الذين بذلوا أيضا جهودا مباركة في تنمية مهارات الطالبات في كتابة هذه البحوث. وأدعو جميع الطالبات اللواتي قدر لهن أن يشتركن في هذا المؤتمر، وأيضا الطالبات اللواتي لم يقدر لهن أن يشتركن بهذا المؤتمر، وأدعو الطالبات في المراحل الأولى اللواتي لم يصلن إلى المرحلة الرابعة إلى الآن أن يتهيأن في السنوات القادمة للمشاركة في مثل هذه الفعالية، فهي فعالية سنوية تقيمها كليتنا. ختاما، لا أريد أن أقدم شكري وثنائي وتقديري إلى جميع الطالبات الباحثات المشتركات في هذا المؤتمر من الأقسام العلمية كافة، وأشكر كذلك المشرفين الذين أسهموا في إظهار هذه البحوث بالوجه الأمثل والصورة الأكمل، وأشكر جميع اللجان العلمية والتحضيرية والفنية والإعلامية، جميع الملاكات الموجودة في الكلية، والذين سعوا ويسعون في إنجاح فعاليات هذه الفعاليات في كليتنا بجميع أشكالها، ولا سيما هذا المؤتمر. دعواتي للجميع بالتوفيق والسداد والحفظ من هذا الوباء
وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى لكم نجاحا لفعاليات هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور قتيبة عباس عميد الكلية على هذه الكلمة المختصرة التي وجهها للطالبات، فيها دعم وفيها حقيقة تشجيع للطالبات سواء الخريجات أو في المراحل الباقية. قسم الشريعة والعلوم تحية، وكذلك التاريخ يكتب ما جرى، ورياض أطفال يفوح مودة، قد فاز من حاز العلوم وكبر، عربية تسمو على هامدنا، والإنجليز لهم معارف تشترى، أهلا وسهلا بالأكارم كلما نفث القريض بشعره متسامرا. الآن فيديو تعريفي عن الكلية يعرضه الجنود من وراء الكواليس وهم القائمون على الإعلام، فليتفضلوا. كلية التربية للبنات. تأسست كلية التربية للبنات في العام الدراسي 2004-2005 لتلتحق بالطالبات الحاصلات على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها الأحيائي والتطبيقي والأدبية، وفيها 4 أعوام: رؤية الكلية، الريادة في المجالات العلمية التربوية، والتميز على المستويات كافة، ورسالتها إعداد تربويات مهنيات قادرة على الإتمام في بناء مجتمع معرفي، وأهدافها إثراء المال لدى منتسبي الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية وموظفيها، والتقديم علمي وبحثي متميز نوعا وكما، وكذلك اعتماد أساليب تعليم فاعلة ومعاصرة بتقنية حديثة، واعتماد المعايير الدولية وأنظمة الجودة الشاملة، وإحراز التقدم في التصنيفات العالمية، وكذلك تعزيز القيم الإيجابية باعتماد التوازن الفكري المبني على قواعد الشرع الحنيف، فضلا عن الإسهام في تنمية الموارد البشرية. بدأت الكلية سنتها الأولى في العام الدراسي 2004 باسم كلية التربية للبنات وبأقسام 3: اللغة العربية وعلوم القرآن، العقيدة والحديث، الفقه وأصوله. وفي العام الدراسي 2007-2008 تم فك الارتباط بين قسمي اللغة العربية وعلوم القرآن، وأصبح كل منهما قسما مستقلا قائما بذاته. وفي العام الدراسي 2008-2009 استخدم قسم التاريخ ليصبح مجموع الأقسام العلمية في الكلية 5 أقسام، هي علوم القرآن، اللغة العربية، التربية الإسلامية، الشريعة، والتاريخ. وفي العام الدراسي 2010-2011 غير اسم الكلية إلى كلية التربية للبنات. بعدها تم تغيير اسم قسم الفقه وأصوله إلى قسم الشريعة، وقسم العقيدة والحديث إلى قسم التربية الإسلامية. وفي العام 2012-2013 استحدث قسم اللغة الإنجليزية. وفي العام الدراسي 2014-2015 تم دمج قسمي التربية الإسلامية وعلوم القرآن في قسم واحد ليصبح قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. وفي العام 2015-2016 تم استحداث قسم رياض الأطفال والتربية الخاصة، وبهذا يكون مجموع الأقسام في الكلية 6 أقسام. كما استحدثت الكلية دراسة الماجستير بتخصصات طراق تدريس القرآن الكريم والتربية الإسلامية والأدب واللغة، فضلا عن استحداث تخصص التاريخ الحديث.
تطل على الأنام بنورها، وتبلجت في الخافقين سمانا. بالعلم أنعم خصها خلاقنا، جعلت ليالينا كشمس ضحانا. من كل طيف في رباها طالب، بذلوا النفيس وسابقوا الأزمان. يا نور عز في سما بغدادنا، فيك المفاخر يا نسيم هوانا، يا كلية التربية للبنات. مع كلمة اللجنة العلمية للمؤتمر، يتفضل الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد الجبار فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السيد عميد كلية التربية البنات المحترم، الأساتذة والأستاذات المحترمون كل حسب صفته ومنصبه، طالباتنا المجتهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه المبين: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ويقول أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون. وفي أبيات عن الإمام الشافعي يقول: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لاعتبار لذاته. برعاية كريمة من السيد رئيس الجامعة العراقية المحترم الأستاذ الدكتور علي صالح الجبوري، وبإشراف مباشر من السيد عميد كلية التربية للبنات المحترم الأستاذ الدكتور قتيبة عباس حمد، يقام مؤتمر بحوث التخرج لطالبات الكلية، والذي كان المخطط من إقامته من أول دورة تطوير البحث العلمي في الجامعة العراقية، ورفد المكتبة الجامعية ببحوث قيمة تهدف إلى التأثير في الإنسان والمجتمع العراقي إيجابيا، وتكون رافدا للدراسات العليا في كلياتنا والكليات الأخرى. وقد حدث هذا حقا، فكثير من طالبات الدراسات العليا هن ممن شاركن في المؤتمر، وعرفن قيمة الكتابة البحثية والتفوق العلمي الأكاديمي. وقد شرعت اللجنة العلمية المركزية برئاسة الأستاذ الدكتور حسام عبد الملك العبدلي المحترم بتوزيع المهام على اللجان الفرعية في الأقسام العلمية، لاختيار 5 بحوث متميزة من بحوث التخرج لطالباتنا في هذا العام الدراسي، من بين مئات بحوث التخرج في كل قسم علمي. ومن أجل تحقيق الرصانة العلمية والعدالة في الاختيار، وضعت اللجنة العلمية معايير علمية ومنهجية وذاتية لاختيار البحوث المتميزة على وفق التصور الآتي: درجة المناقشة في القسم، طريقة الإلقاء وجودته، موضوع البحث وجدته، سلامة لغة الباحثة، مع مراعاة التنوع العلمي والمعرفي في اختيار البحوث. وقد تم اختيار 5 بحوث من كل قسم على وفق هذه المعايير، وبعدها تم ترشيح 3 الأولى للإلقاء في المؤتمر اعتمادا على معايير الجودة السابقة. ولا شك أن هذا المؤتمر المتميز يجمع الإبداع من جانبين: أولهما الطالبة المبدعة المجتهدة كاتبة البحث والتي وضع المؤتمر من أجلها، وثانيهما الأستاذ الموجه والمقوم لعمل الباحثة. نسأل الله يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن تكون بحوث المؤتمر بذرة لرسائل ماجستير،
متميزة في كليتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا للأستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد الجبار فاضل على هذا الإيضاح. والآن مع كلمة اللجنة التحضيرية للأستاذ المساعد الدكتور رؤى ماجد طعمة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوتي مسموع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السيد رئيس الجامعة العراقية الأستاذ الدكتور علي صالح الجبوري المحترم، السيد عميد كلية التربية للبنات الأستاذ الدكتور قتيبة عباس حمد المحترم، السادة أعضاء مجلس الكلية المحترمون، السادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، طالباتنا العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن اليوم نقدم نخبة واعدة من طالباتنا المتميزات اللواتي سعينا وحصدنا ثمار التي تمر بها بلادنا العزيزة. أضاء نجم جديد في واحة العين، وولد أمل جديد معلنا بأن الحياة لن تتوقف، وإن طريق العلم أسمى غاية يبتغيها الإنسان ولن تثنيه التحديات والمصاعب. طالباتنا العزيزات، يا جيلنا الواعد، اليوم سوف تصنعون بصمتكم الأولى وتضعوها في طريق العلم والمعرفة، فلا تجعلوا المصاعب تثني عزيمتكم وإصراركم. اليوم لكم والمستقبل لكم، فارسموا طريقكم بفكركم الواعد ولمساتكم المبدعة. لذا جاء عنوان وشعار مؤتمرنا: بكم نرتقي وبكم نتقدم، وهو دعم مباشر من رئاسة الجامعة المتمثلة بالسيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي صالح الجبوري المحترم، وبإشراف مباشر من السيد عميد كلية التربية للبنات الأستاذ الدكتور قتيبة عباس حمد المحترم، وهو دعم لكن لإبراز قدراتكن وإبداعكن في ساحة العلم والمعرفة. كلنا أمل بكم، فأنتم اليوم القدوة الحسنة لطالبات الكلية في المراحل الأخرى، وباسم اللجنة التحضيرية نتمنى لكم دوام النجاح والتميز والتألق، وأن تكونوا سواعد بناءة لوطننا الغالي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة رؤى على هذا التقديم. هنا العلوم تلاقت في مرابعنا، والنور منها هنا ضوى أقاصينا، أن ابتعدنا فهذا الصرح يجمعنا، من أجل غايتنا نحيي أمانينا. الإنجليزي وقسم الضاد يا أملي، كذا الأساس بعلم الطفل ينبينا، وللكتاب علوم فيه تربية، وللحضارة علم فيه ماضينا. وبالشريعة أختم مسك قافيتي، يا واحة الشعر هذا الصرح يغنينا. مني التحية للأقسام أرسلها، وللمعلم من بالعلم يسقينا، وللمعلم من بالعلم يسقينا. الآن نذهب إلى فقرة البحوث، والجلسة الأولى يترأسها الأستاذ الدكتور مها أسعد عبد الحميد، تترأس هذه الجلسة الأولى وهي بدرجة أستاذ تخصص تاريخ إسلامي، ألفت ونشرت 8 كتب تخصص تاريخ إسلامي، أعدت وصممت خريطة السكان المسلمين في العالم، اشتركت بالعشرات من المؤتمرات والندوات العلمية والدورات وورش العمل،
حصدت من خلالها العشرات من كتب الشكر من جهات رسمية. وننوه بأن الجلسة الأولى تتضمن 6 بحوث وهي اليوم، أما الجلسة الثانية تعقد بإذن الله تعالى غدا 7 مساء لإتمام البحوث المتبقية. والآن نترك الساحة للدكتورة مها أسعد عبد الحميد، فلتتفضل حياها الله. شكرا جزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يطيب لنا تتويج رؤوس طالباتنا العزيزات بتيجان الورد وعقود الياسمين لاجتهادهن ومثابرتهن وسعيهن نحو التألق والنجاح، وكذلك التنويه بأن جميع البحوث التي ستناقش في هذا اليوم ويوم غد هي بحوث جميعها ممتازة، وذلك لحرص الطالبات على تقديمها على أفضل وجه واهتمام مشرفيهم ومتابعتهم لها طيلة أيام السنة. فهنيئا لنا بكم جميعا وهنيئا لأسركم الكريمة. فعلى بركة الله تعالى نبدأ مناقشة بحوث الطالبات الفائزة، ونبدأ بالبحث الموسوم قل في السياق القرآني لسورة البقرة للطالبة دانيال أي نزار من قسم اللغة العربية تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور يونس يحيى عبد الله المحترم. فلتتفضل الطالبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عميد كلية التربية للبنات الدكتور قتيبة عباس المحترم، السادة الحضور، حللتم أهلا وسعدتم بالا لتسمعوا منا فصلا، فأهلا وسهلا ومرحبا. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقرآن الكريم المعين الذي لا ينضب، والمورد الزلال الذي يروي القلوب بماء الحكمة ويلهم النفوس بنور العلم، وقد وفق اختيار العنوان قل في السياق القرآني لسورة البقرة لأعيش مع هذه السورة ليالي وأياما مطمئنة نفسي بذكر الله، فالله أسأل أن يجعل جهدي فيه خالصا لوجهه الكريم. وهنا لابد من ذكر الأسباب التي دعتني لاختيار الموضوع. أولا، رغبت بأن تكون دراستي في النص القرآني لأنه كتاب الله عز وجل، وهو من أجل مصادر اللغة العربية. ثانيا، بيان مفهوم قل في السياق القرآني والوقوف على أسرار هذا الاستعمال. أهداف البحث، تتجلى أهداف البحث في أمور أهمها: أولا، معرفة معنى السياق. ثانيا، معرفة مضامين المقولات التي وردت بعد قل. ثالثاً، بيان معنى قل في السياق الداخلي لسورة البقرة. المنهج الذي اعتمدته في هذا البحث: بعد الاستعانة بالعليم القدير قمت بجمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات البحث، وكان منهجي وصفياً فيه وهو على النحو الآتي: أولاً، ذكرت أرقام الآيات القرآنية مع أسماء السور. ثانياً، قمت بتعريف السياق لغة واصطلاحاً. ثالثاً، قمت بجرد الفعل قل في القرآن الكريم بصورة عامة وفي سورة البقرة بصورة خاصة. رابعاً، قمت بتعريف الفعل قل في القرآن الكريم بشكل موجز. خامساً،
درست الآيات التي تضمنت الفعل قل في السياق الداخلي لسورة البقرة من النواحي النحوية والصرفية والصوتية والدلالية. خطة البحث: درست في بحثي هذا على خطة تتضمن مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة وتفصيلها على النحو الآتي: المطلب الأول نظرة إلى السياق وسورة البقرة والفعل قل في القرآن الكريم الذي تضمن: تعريف السياق لغة واصطلاحا، التعريف بسورة البقرة السورة لغة واصطلاحا، تسميتها، فضلها، نزولها. خريطة الفعل قل في القرآن الكريم: تعريف قل في القرآن الكريم، المخاطب بعد قل، مضامين المقولات. المطلب الثاني سياق قل، معمولها جملة فعلية الذي تضمن 9 آيات. المطلب الثالث سياق قل، معمولها جملة اسمية والذي تضمن 8 آيات. لما انتهيت من مسيرة بحثي وقفت في محطاته على نتائج كان من أهمها ما يأتي. أولا، ورد الفعل قل في القرآن الكريم 332 مرة، وورد في سورة البقرة 18 مرة التي كان عليها مدار البحث. ثانيا، الفعل قل هو تعليم من الله تعالى لرسوله وتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وجاء بعد هذا الأمر كثير من النصائح والأحكام. ثالثا، جاء الفعل قل في سورة البقرة لمجادلة أهل الكتاب ولبيان الأحكام والعقائد الشرعية. وختاما، قد بذلت في هذا البحث وسعي واستفرغت طاقتي، فما كان فيه من صواب فهو من توفيق الله تعالى، وما كان من خطأ فمن نفسي. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أخص مشرف الأستاذ المساعد الدكتور يونس يحيى عبد الله بالشكر الجزيل لما كان له من أثر في إخراج البحث بهذه الحلة التي عسى أن تنال رضا لجنة المناقشة. كما أقدم شكري وتقديري لعمادة الكلية والقائمين على المؤتمر التربوي 6 لبحوث التخرج لما بذلوه من جهد. الله نسأل أن يكون في ميزان حسناتهم، والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، وإن يغفر لي زلاتي إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا صوت مسموع نقدم شكرنا وامتناننا للطالبة دانيا لؤي نزار عن بحثها الموسوم قل في السياق القرآني لسورة البقرة من قسم اللغة العربية. والآن تتفضل الطالبة زينب إياد أنور عن بحثها الموسوم إراءات من الوحي الكريم في فقه التمكين من قسم الشريعة تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور قتيبة كريم سلمان المحترم، فلتتفضل وردتنا الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد اخترت بحثي في مجال فقه التمكين لما رأيته من حرب على الإسلام والمسلمين وتثبيط معنوياتهم في النهوض وتشويه دينهم وتاريخهم. هذا التاريخ المملوء بأقوى الأمثلة الناصعة البياض، فكانت رغبتي في اختيار هذا الموضوع إضاءات من الوحي الكريم في فقه التمكين، هو الجمع بين واقعنا المعاصر وأصالة مبادئنا وتعاليم ديننا الإسلامي، ليكون فهمنا لفقه التمكين مستقى من معاني القرآن الكريم، مستفيدين ممن سبقونا من علماء الأمة والباحثين والمفسرين. وحاولت اتباع منهجية علمية في البحث لحفظ الحقوق وانتقاء المعلومات وتوثيقها بقدر الإمكان، ودعمت بحثي بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية المطهرة، وقسمت البحث إلى 3 مباحث. فعرفت في المبحث الأول مصطلحات عنوان البحث، وفي المبحث الثاني تطرقت إلى الوحي الكريم وأنواع التمكين وشروطه وأهدافه، وختمت بالمبحث الثالث وفيه نماذج مختارة من الوحي الكريم من سير الأنبياء والمرسلين. فمادة فقه التمكين غزيرة جدا في القرآن الكريم، فنجد إضاءة في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وأشار الوحي الكريم إلى إشارة أخرى في قصة ذي القرنين، قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فمن خلال البحث توصلت إلى إن من أنواع التمكين أداء الأمانة وتبليغ الدعوة وهلاك المكذبين لرسل الله وتقليد مقاليد الحكم وقيادة الدولة، وإن شروط التمكين تتمثل في الإيمان بالله والعمل الصالح وتحقيق العبادة لله عز وجل ومحاربة الشرك. وينحصر التمكين في 4 مراحل، وهي مرحلة الدعوة، ومرحلة اختيار العناصر التي تحمل الدعوة، ومرحلة المغالبة، ثم الظهور والتمكين. ولقد جمع الوحي الكريم أهداف التمكين في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها إن الاستخلاف في الأرض والتمكين لدين الله تعالى وإبدال الخوف أمنه هو وعد من الله تعالى متى ما حقق المسلمون شروطه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركونني شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن طور البلاء لابد منه قبل التمكين، فبالتمحيص يقوى صلب الدعاء ويشتد عودهم. وأن الدولة الإسلامية تجعل دستورها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستبد منها أمهات الأخلاق وأساسيات العقائد. وختاما أسأل المولى القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وذرياتنا من أجيال التمكين، إنه القادر على ذلك والمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. روح زينب في ما. أولا نبارك للطالب زينب إياد أنور على بحثها الرائع هذا، وهو فقه التمكين. وفيما عندي يعني وصلت لنا فقه أو تشريع كان بعيدا عن فكر القارئ العادي، فمن قراءة ودراسة آيات التمكين في القرآن الكريم وتعطي للقارئ دفعات تشجيعية للنبي أو الرسول المكلف بالدعوة، ولطمأن قلوب هؤلاء الرسل والأنبياء وشحذ همومهم، مما يعكس بالتالي على التبليغ وقوة التبليغ وقوة التأثير كذلك. شكرا لك، كنت مطمئنة وتلاوتك صحيحة وهادئة. شكرا لك زينب إياد أنور. الآن نأتي إلى البحث الموسوم، سماحة الإسلام من خلال جائحة كورونا أنموذجا أو مثالا، للطالبة آية أحمد هاشم من قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محمود الجبوري المحترم. فلتتفضل طالبتي ووردتي مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إنه من المقرر إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ومن شعائر الإسلام الظاهرة إنه يجب إقامتها في بلاد الإسلام، ولا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا حال وجود عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة في التخلف عن الجمعة. بمناقشة بحث الطالبة غفران تركي نجم من قسم التاريخ عن بحثها الموسوم الأزياء البابلية تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتورة رجاء خليل الجبوري المحترمة. فلتتفضل الطالبة غفران مشكورة. من قسم اللغة الإنجليزية موجودة طالبة تكتم منير موسى، موجودة؟ أجيبي عيني طالبة منير، تكتم منير موسى، عيني وينش؟ أين أنت؟ أين أنت؟ الطالبة تكتم منير موسى؟ عذرا للمقاطعة،
وطالب آية من قسم لطفا إدارة المؤتمر. رجاء إدارة الصوت. غفران تركي ما موجودة ولا آية أحمد. الآن طالبة تكتم منير موسى. الطالبة تكتم منير موسى موجودة؟ موجودة؟ آية أحمد هاشم؟ تفضلي ماما أكملي بحثك عن سماحة الإسلام من خلال جائحة كورونا النموذج تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محمود الجبور المحترم من قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. تفضلي آلي. إنه من المقرر إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي يجب إقامتها في بلاد الإسلام، ولا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا حال وجود عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة في التخلف عن الجمعة والجماعات. ولكن استفحال فيروس كورونا وسرعة انتشاره، فضلاً على أنه قد أوى بحياة الكثيرين إلى الوفاة، دعا السلطات المختصة إلى غلق المساجد باعتبارها أماكن التجمعات، مما أثار التساؤل عن مشروعية غلق المساجد وتعليق الصلوات بها لمواجهة هذا الفيروس. الجديد في البحث كما هو مبين فيما تقدم بيان أحكام تعليق الصلاة بسبب جائحة كورونا ومعالجة هذه المسألة من أصول وخلل، فهي مسألة مستجدة لن يكتب فيها رسالة جامعية ولا بحث محكم. هيكلية البحث: يتكون البحث من 3 مباحث ولكل مبحث 3 مطالب، وهي: المبحث الأول قمت بتعريف مفردات العنوان. أولاً، تعريف سماحة الإسلام لغة واصطلاحا، ومعنى السماحة لغة السماحة والسهولة والمساهلة، واصطلاحا التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة. أما المطلب الثاني، تعريف جائحة كورونا وبيان معنى جائحة، أي الإصابة بجائحة بلية أو تهلكة. المطلب الثالث، فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من أحكام شرعية. إنه من المعلوم إن الشريعة الإسلامية تمتاز بصفات عديدة من السماحة والتيسير ودفع المشقة. فقد شرع الله رخصا تبيح المكلفين ما حرم عليهم وتسقط عنهم ما وجب فعله حتى تزول الضرورة، وذلك رحمة من الله بعباده وتفضلا وتكريما، كما أوجب الإسلام على عدم المخالطة حتى تكون سببا لنقل المرض من الصحيح إلى المريض بإذن الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يولد ممرض على مصح. وفي ذلك نهي عن إيراد الإبل المريضة بجرضه ونحوه على الإبل الصحيحة، لأن عدوى المرض قد تنتقل بسبب المخالطة بإذن الله. أما المبحث الثاني، تعليق بعض أحكام الصلاة، وفيه 3 مطالب. المطلب الأول: ألف، حكم التباعد بين المصلين، أو الراجح فيه جواز التباعد بين المصلين، حيث وإن كانت تسوية الفقهاء، إلا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية. باء، حكم تغطية الوجه بالكمامة، جواز تغطية الوجه للرجل والمرأة في الصلاة، وهو ما يعرف بالتلثم أو اللثام، وما يظنه البعض بالكراهة في الصلاة، ومعنى نعم، من
آية أحمد هاشم بأن بحثها جديد وموضوع جديد وتتكلم وتتطرق عن سماحة الإسلام وفضيلته في تبدية صحة الإنسان أولا، لأن الصلاة مشروعة في أي وقت وزمان وفي أي مكان، والصلاة هي عماد الدين أكيد، لكن صحة الإنسان أولا، ومن ثم بعد أن تهدأ الظروف وتهدأ الجائحة رجعت الصلوات الجامعة تحت بالجوامع وبالمساجد ولله الحمد، وهذا من فضيلة وسماحة الإسلام والحمد لله رب العالمين. الآن نأتي إلى قسم التاريخ مع طالب غفران تركي نجم، موجود الطالب غفران تركي نجم عن بحثها الموسوم الأزياء البابلية تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتورة رجاء الجبور المحترمة، فلتتفضل وردة قسم التاريخ غفران تركي نجم حبيبتنا. السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد الذي علم الأمة بوحي من الله تعالى. أما بعد، أود أن أطرح عليكم موضوعا هام، ألا وهو الأزياء البابلية، وأن السبب في اختياري لهذا الموضوع هو أنه لم يطرق من قبل في قسم التاريخ، ولأهميته في معرفة المظاهر الجمالية في تاريخ بلاد الرافدين، حيث تعد الأزياء أحد المظاهر الجمالية المهمة التي كانت وما زالت في تطور مستمر، حيث تميزت أزياء وادي الرافدين بصورة عامة بالفخامة والرقي، وكذلك كانت بدايات الملابس هي حماية جسم الإنسان من المؤثرات الخارجية، ثم تطورت فيما بعد لتصبح عنصراً مهماً من عناصر التمييز بين طبقات المجتمع. وتميزت الأزياء البابلية بصورة خاصة في أنواع القماش المستخدم وكذلك الألوان السائدة، حيث ظهرت ألواناً جديدة مثل اللون الرمادي والأحمر والأخضر. كذلك أبدع البابليون في استخلاص تدرجات جديدة من اللون الأرجواني، وكذلك من حيث الآلات المستخدمة في عملية النسيج، وظلت الأزياء البابلية إلى وقتنا هذا مميزة في أنواع التطريز وجودة القماش، وأود أن أعرض لكم بعض الأزياء البابلية في الصور. ونظرا لضعف الإنترنت سأستخدم النسخة الموجودة أمامي من البحث. يتكلم هذا كما نشاهد هذا الزي، إنهم استخدموا جلود الحيوانات لتغطية أجسامهم وحمايتها، وكانوا يغطون الجزء الأوسط والأسفل من أجسامهم. أما الزي المعروض أمامكم فهو لأحد المحاربين البابليين الذي يرتدي مئزراً ملفوفا في الوسط يكون حزام، كذلك مزينا في بعض الشراشيب. أما الزي الآخر المعروض وهو أحد الأزياء المزينة من الشراشيب من 6 إلى 12 بوصة، وكذلك نرى في زي المرأة المرتدية العباءة، حيث كانت المرأة ترتدي العباءة في البابل، وكانت كما نشاهد كانت عبارة عن قطعة مستقيمة ملفوفة من إحدى طرفيها، وينسد للطرف الآخر نحو الأسفل، ويكون تحتها الصدار الداخلي. وظلت الأزياء البابلية لها تأثيراً كبيراً حتى وقتنا هذا، فمثلاً نرى عباءة الرأس في الزي البابلي نشاهدها الآن، وتكون امتداداً للأزياء البابلية. كذلك البشت العادي وهو أيضاً مستوحى من الأزياء البابلية، وليس فقط الملابس، وإنما هناك التسريحات الشعر، حيث
كانت مثل الضفيرة التي كانت يستخدمها النساء. وقد قسمت بحثي إلى 3 مباحث. تناولت في المبحث الأول لمحة تاريخية عن البابليين، وكذلك عن تاريخ الأزياء وتطورها بصورة عامة. وتناولت في المبحث الثاني عملية صناعة الملابس من بداية عملية جز الصوف إلى أنواع الملابس تركي نجم. وموضوعها فني وتاريخي جميل. شكرا للطالبة وشكرا لمشرفتها الأستاذ المساعد الدكتور رجاء الجبوري. معلومات تاريخية قربت لنا أزياء القرون السحيقة السحيقة بالقدم لتعكس لنا بأن حرارة بابل متقدمة من جميع الوجوه. فكانت الحرارة البابلية كما هي متقدمة في القانون والعدل فهي متطورة أيضا في الأمور الفنية والجمالية المتنوعة وبتصنيف الأزياء النسائية عن الأزياء الرجالية بالنوع واللون والكيفية. شكرا للطالبة غفران تركي نجم. والآن نأتي إلى بحث الطالبة تكتب من رموشي في الأدب قسم اللغة الإنجليزية والموضوع The Image of the Bird as a Sacrificial Hero in Selected Stories by Oscar Wilde تحت إشراف المدرس المساعد وسن علي حسن المحترمة من قسم اللغة الإنجليزية. فلتتفضل الوردة طالبتنا تكتمني مشكورة. Good morning everyone. It's an honor, it's a great honor for me to be with you in this conference. I would like to present my research paper entitled The Image of the Bird as a Sacrificial Hero in Selected Stories by Oscar Wilde. Beginning with the abstract, Oscar Wilde is one of the most important figures in the Victorian literature. He is well known for his style and the use of different techniques. Wilde writes about sacrifice in many of his works. The aim of this paper is to shed the light on the idea of sacrifice with a special reference to a general historical background about this concept. The paper is also devoted to discuss the concept of sacrifice in Wilde's stories, The Nightingale and the Rose and The Happy Prince, especially the selfless acts which are made by the two birds, the nightingale and the swallow. The concept of sacrifice, definition and scope. According to Oxford Advanced Learners, Dictionary, the word sacrifice can be defined as the fact of giving up something important or valued to you in order to get or do something that seems more important for yourself or for another person. Now there is the historical background. Sacrifice is a concept that existed as long as the historical history of mankind. It was known for thousands of years ago, in which it was especially connected with religious aspects. The best example of sacrifice is how Imam Ali ibn Abi Talib was ready to sacrifice his life for the sake of the Prophet Muhammad, peace be upon him, when Quraysh and the people of Mecca decided to kill the Prophet. Though at that night, Imam Ali slept on the Prophet's bed, pretending to be the Prophet, while in fact, the Prophet immigrated to Al-Madinah with his friend Abu Bakr, knowing fully well that it could lead to his death because of Quraysh people. But this only shows how much courage, loyalty, and commitment is needed for such a great sacrifice. Another example of sacrifice is represented by the story of the Prophet Ibrahim and his son Ismail. Following Allah's order, the Prophet Ibrahim accepted to sacrifice his son Ismail. He took his son to the top of Mount Arafat and brought with him a knife and a rope. As he was about to kill his son,
Allah prevented him, asking him to replace his son by Aram, and Ismail was saved. This example shows the obedience, devotion, and submission that the two prophets had. Another image of sacrifice is represented by Jesus Christ, who was ready to sacrifice his life for his people's sin. It should be noted that in the glorious Quran, Christ was not crucified as the Holy Bible says. In Greek mythology, there are a lot of examples to show the idea of sacrifice. The best example is the story of Iphigenia, who accepts to sacrifice her life for the sake of her father and his kingdom. But later on, she is rewarded by the goddess Artemis and taken to be the goddess priest. Now we come to the image of the bird as a sacrificial hero in the Nightingale and the Rose. In the Nightingale and the Rose, Wilde presents the idea of sacrifice through the heroine of the story, which is the Nightingale. The Nightingale sacrifices her life for the sake of getting a red rose, so that she can please the student who suffers a lot to find a red rose for his beloved in winter. But the bird's sacrifice is not appreciated by both the student who throws the valuable rose away and his beloved who prefers jewelry to true love. As for the image of the bird as a sacrificial hero in The Happy Prince, Wilde sheds the light on the idea of sacrifice, which is represented by both the Happy Prince and the Swallow. The Happy Prince sacrifices a lot of what he has, including his eyes, for the sake of his people. In return, the Swallow refuses to leave the blind prince alone and decides to be his eyes. The Swallow accepts this sacrifice, even he knows how risky to stay in this cold weather. He welcomes the idea of death bravely for the sake of his close friend, the Happy Prince. In conclusion, in the two stories, it is obvious that sacrifice is the act of giving away whatever you get for the sake of the people who deserve it without expecting anything in return. In the first story, the Nightingale sacrifices her life for the sake of love, thinking that the student's true love for the professor's daughter deserves this noble action. However, her sacrifice is met only with a greedy girl who chooses jewelry over the true love, and an ungrateful student who surrenders easily to the loss of his opportunity. Also, in The Happy Prince, there are two characters who make the sacrifice: the Happy Prince and the Swallow. The Happy Prince gives everything valuable for a great cause, and that is to help the poor people. As for the Swallow, he is ready to sacrifice himself for the sake of his kind friend. As the story progresses, he sacrifices his life for the sake of friendship. Finally, I would like to thank my supervisor, Ms. Wasan Ali, for her valuable advice and support. Thank you very much for listening. شكرا جزيلا لطالبة الكتب منير. أداء رائع وهدوء وطمأنينة في اللقاء، وعكست لنا في بحثها عن صورة الطائر كباب القرباني في القصص المختارة لأوسكار وايلد، كاتب القصص الشهير أوسكار وايلد. شكرا لك وشكرا لمشرفتها المدرس المساعد وسن علي حسن من قسم اللغة الإنجليزية. والآن جاء دور قسم رياض الأطفال والتربية الخاصة وطالبتين سارة داود نجم وطالبة زهراء ربيع مراد، نجمتين وزهرتين قسم رياض الأطفال والتربية الخاصة، عن بحثهما الموسوم دور أحلام الرسوم المتحركة في النشاط الحركي لطفل الرياض من وجهة نظر معلمة رياض الأطفال، فتفضل إحداهن مشروعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ملخص بحث دور أفلام الرسوم المتحركة في النشاط الحركي للطفل الرياض من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال. مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان، يتعلم خلالها ويكتسب الخبرات وتمتاز بكثرة النشاط الجسدي والفكري، والتلفاز وسيلة اتصال فعالة حيث أطلق عليه اسم المربي المثالي في الأسرة نظرا للوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال أمامه. وتؤدي أفلام الرسوم المتحركة دورا مهما في تكوين شخصية الطفل ورسم ملامحها. بناء على ما تقدم، تبادل لدى الباحثتين التساؤل الآتي: ما دور أفلام الرسوم المتحركة في النشاط الحركي للطفل الرياض من وجهة نظر معلمات الرياض؟ وللإجابة عن التساؤل قامت الباحثتان ببناء أداة البحث اللازم لجمع البيانات، وهو مقياس مؤلف من 23 فقرة. طبقت الباحثتان بعد استخراج الصدق والثبات له على عينة البحث البالغ عددها 24 معلمة من معلمات رياض الأطفال التابعة لمديرية تربية الفلوجة في محافظة الأنبار، وعددها 14 رضع، 9 منها حكومية و4 منها أهلية، وبكادر تربوي مؤلف من 76 معلمة. ومن الوسائل الإحصائية التي استعملت في تحليل البيانات هي معادلة فيشر للتوصل إلى حدة كل فقرة، فضلاً عن استخراج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي ورتبة كل فقرة نسبة للفقرات الأخرى. وتوصلت الباحثتان إلى نتائج البحث بعد تحليل كل فقرة من الفقرات التي عرضت على المعلمات الرياض. وبعد تحليل وضعت الفقرات بالتسلسل حسب الرتب من الرتبة الأولى إلى الرتبة الأخيرة من الفقرات. على سبيل المثال، حصلت عبارة تجعل الطفل يقلد العنف البدني على الرتبة الأولى في متوسط الحسابي 2.64، وانحراف المعياري 2.57، ووزن النسبي 0.88. في حين حصلت عبارة تؤثر في سلوك اللعب الجماعي لدى الأطفال على الرتبة الأخيرة بمتوسط الحسابي 2.9، وانحراف المعياري 0.77، ووزن النسبي قيمته 0.70. وهكذا تم تحليل الفقرات الأخرى. ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثتان إن مضامين أفلام الرسوم المتحركة لها تأثير مباشر على سلوكيات الطفل بشكل عام وعلى النشاط الحركي بشكل خاص، والذي قد يؤدي بسلوكيات الطفل نحو فرط الحركة والعنف في اللعب أو في علاقة الطفل مع أقرانه. وفي ضوء نتائج البحث، خرجت الباحثتان بتوصيات عدة من أهمها: أولاً تأكيد على وجود مناهج تربوية فنية تعزز لدى الطفل السلوكيات الإيجابية ومنها الأنشطة الحركية. ثانياً، دعوة معلمات رياض بالتعاون والتشاور مع أولياء الأمور لإكساب الطفل أنماط سلوكية حركية إيجابية من خلال انتقاء الاختيار المناسب لما يعرض أمامه من أفلام الرسوم المتحركة. وقدمت الباحثتان عددا من المقترحات، منها إجراء بحث تأثير استعمال أفلام الرسوم المتحركة في معالجة فرط النشاط الحركي للطفل الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقسم رياض الأطفال وللطالب سارة داود نجيم ولمشرفها الدكتور قيس هاشم أحمد. فعلا موضوع مهم جدا، فكلنا يعرف ما للرسوم المتحركة من وسائل جذب للأطفال وإثارة اهتمامهم ورفعهم لما هو أفضل في جميع سلوكياتهم.
فممكن أن ترتقي بالأطفال وممكن أن تحط من سلوكهم. فمن هذا المنبر نشد على يد إدارة التلفزيونات وإدارة الفضائيات بحسن اختيار الأفلام المتحركة لأنها تدخل في كل بيت ولجميع الأطفال. شكرا لقسم رياض الأطفال. وبهذا البحث، بحث الطالبة سارة داود نجم وبحث الطالبة زهراء ربيع مراد، نصل إلى ختام فعاليات الجلسة الأولى، جلسة هذا اليوم من جلسات المؤتمر بحوث الطالبات السادس الإلكتروني، والذي كانت تشعر بكم نلتقي بكم نتقدم. شكرا جزيلا للجميع وللإدارة اللجنة العلمية والتحضيرية لهذا المؤتمر، والشكر موصول وعلى رأسهم رعاية الأستاذ الدكتور عميد كلية التربية للبنات الأستاذ قتيبة عباس حمد المحترم. شكرا للجميع وللحضور جميعا، شكرا جزيلا. شكرا دكتورة، جزاكم الله خير الجزاء. نقول أحبابنا طالبة الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. من باب حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله ما يشكر الناس، فشكرنا لعمادة الكلية وشكرنا للجان القائمة على إنجاح هذا المؤتمر، وشكرنا للأستاذ الدكتورة مها سعد على أدائها الرائع والمتميز في إدارة الجلسة العلمية الأولى. أما الطالبات فقد قدمنا عطاء جيدا وأداء راقيا وتميزا جميلا، فشكرا لهن. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء لإتمام باقي البحوث، وكذلك ينشر رابط شهادات الحضور الخاص بالمؤتمر غدا بإذن الله. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.